معرفتنا بالعالم تجريبية في الأساس، لكن لو تلك المعرفة نتاج وسيط ما بيننا وبين العالم وهو الأفكار، إذن كيف نستطيع أن نجزم أن تلك المعرفة حقيقية ومستقرة؟ الفكرة دي أدركها ديفيد هيوم في القرن 17، وجادل أن بالرغم من أن لا يوجد أمامنا اختيار غير التظاهر بأن هناك عالم خارجي، إلا أن هذا الاعتقاد غير قائم على أي مبرر عقلاني. وشفنا إزاي بيركلي حاول حل الإشكالية دي بإنكار وجود أي أشياء في الواقع بجانب الأفكار. كل شيء ما هو إلا أفكار وانطباعات، ولا وجود له مستقل عن وجودنا. وبعض الفلاسفة اليوم بيدعي إن تلك الرؤية مناسبة جداً للتفكير في الكائنات الغير مرئية اللي بيدعي العلم وجودها زي الإلكترونات وغيرها. الفيلسوف الفرنسي أوغيستو كومت جادل إن المجتمعات بتمر بثلاث مراحل أساسية لتكوين المعرفة: مرحلة لاهوتية theological، مرحلة ميتافيزيقية metaphysical، ومرحلة علمية scientific. في المرحلة اللاهوتية الناس بتلجأ لتفسير الظواهر زي البرق، الرعد، والفيضان، والأمراض وغيرها من خلال اللجوء لفكرة موجود أعلى لا متناهي زي الله أو الأرواح أو السحر. أما في المرحلة الميتافيزيقية بيلجأوا لتفسير الظواهر من خلال قوى غير مدركة أو قابلة للملاحظة زي الجزيئات. وأخيرا المرحلة العلمية بيصل لها المجتمع عندما يتخلى عن اللجوء لأشياء أخرى لتفسير الظواهر وطبيعة الكائنات. بصورة أخرى، هدف العلم ببساطة هو التنبؤ بالظواهر كما هي، والواقعية العلمية مدرسة فلسفية قائمة على ثلاث التزامات فلسفية أساسية: التزام ميتافيزيقي حول وجود عالم خارجي مستقل عن العقل البشري من كائنات قابلة وغير قابلة للملاحظة، التزام لغوي للتفسير الحرفي للنظريات العلمية والنظريات التوافقية للحقيقة، وأخيرا التزام معرفي بأن أفضل نظرياتنا العلمية الحالية هي تقريب للحقيقة وترصد بنجاح وجود الكائنات الغير قابلة للملاحظة في الواقع. ودلوقتي فكر في النظريات العلمية اللي درستها في طفولتك وكائناتها العجيبة: ذرات، إلكترونات، موجات، خلايا وفيروسات. يا ترى هل فعلا هناك وجود حقيقي لهذه الكائنات في الواقع؟ وإزاي نتأكد من وجودها إن كانت غير قابلة للملاحظة أو الإدراك؟ هل العالم هو الصورة الظاهرية المدركة؟ أم أن هناك صورة أخرى خفية بعيدة عن قدرتنا الإدراكية؟ يا ترى ما هي مهمة وهدف العلم؟ وهل هناك وجود لواقع مستقل عن إدراكنا العقلي؟ أم إن الوجود مجرد نسيج عقلي بشري؟ فكر تاني.